بن سلمان للمحترفين الأهلي صاحب المركز الثالث يحل ضيفا على العدالة قبل الأخير والفتح الباحث عن الخروج من مناطق الهبوط يرحل إلى الرياض لمواجهة الشباب التاسع فيما يستقبل الفيحاء صاحب المركز الحادي عشر ضيفه الفيصل السابع في ديربي المجمع. إذن أذكركم بترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان. الهلال في الصدارة ب 35 نقطة، يليه متقدما بفارق نقطة عن النصر. الأهلي ثالثا ب 29 نقطة، فالتعاون ب 27 نقطة.